النهارده يا جماعه الناس كلها بتحتفل بالناشونال كوفي داي. النهارده اليوم الوحيد ليوم القهوه. فكل المحلات بقى بتحتفل بالقهوه وكده. شكرا ايلا طفي النور. فكل الناس بقى بتحتفل بالقهوه. فالنهارده كريسبي كريم عامل عرض جامد جدا, اللي هو تشتري دازن اللي هي 12 واحده دونتس وتاخد عليهم 12 زيهم, 12 زيهم ب 2 دولار طول. وعاملين كمان قهوه ببلاش, يعني تاخد قهوه سواء سخنه او ساقعه ببلاش. فاحنا طبعا ما رضيناش نضيع الاوفر ده ونروح بقى ايه نحتفل معاهم في الكوفي داي. انا من النوع اللي ما بشربش قهوه كتير, بشرب قهوه مره في السنه ولا حاجه او مرتين في السنه. هي اليوم القهوه الكوفي داي بياخدوها مره. اليوم اليوم اللي اشرب فيه قهوه افضل صاحي تاني يوم. انا ممكن اشرب قهوه فري, فري كوفي او يعني قهوه ببلاش. ساعه يا جماعه بنجيب دونتس, مش فاهمه ليه بصراحه الدنيا زحمه جوه من كتر ما الناس عليه. جبنا الفري كوفي. بصوا دي اول حاجه, دي واحده واحده بالكراميل, ثانيه بالفانيليا. طبعا ايلا ملهاش كوفي صح. Okay. النهارده يا جماعه جبنا دوناتس يكفينا سنه قدام, سنتين. فبس احنا جايبين النهارده بقى دوناتس. خلينا بقى نجرب. جبنا يعني حوالي كام تشكيله كده, 25 دوناتس, 25 وكل واحده مختلفه عن الثانيه. بقول لك ايه, فاجئ التيم بتاعك, احنا تيم. اصل مش متوقعين ان 3 انفار ياكلوا 25 نفرين ونص. الله يعيننا على الجريمه اللي عملناها. دي اول دفه. بصوا يا الهي ما هذا. دي لازم تطلبها كلها اللي هي الساده, كميه لا تصد ولا ترد. ثانيه بقى كلها مختلفه. دي بقى الثانيه دي متنقيه واحده واحده بقى. ده منظر الموسم بقى, دي المفاجاه. المفاجاه كانش عندهم اللي هي بالمكسرات, وقالوا لنا استنوا 5 دقايق هنعملها بسرعه. استنينا عشان نوريها لكم وندوقها احنا طبعا. مش هنوريكم بس. واو. لا ما تحطيش ايدك بقى. بصوا بقى دي يا جماعه شكلها عامل ازاي. دي بقى علشان اللي ايه. منظر جميل بصراحه, حلو. كفايه المنظر. يا جماعه في كمان منها اللي هي بالبامكن, فيها اللي هي الفول تيست, يعني فول ريسيبيز اللي هي البامكن اللي هي في بقر العسل. فول اللي هي ايه, يعني الشتا, دخول الشتاء. حاطين فيها بامكن وكده. فعاملين هم هنا, يا جماعه اول ما بيدخل شهر 10 بيعملوا اربع حاجات. بيعملوا حاجه اسمها بامكن باتش, اللي هو قرع العسل, اللي هو بيعملوا زي كل حقل كده. حقل قرع العسل بيبقى زي ملعب للاطفال, ملعب وفي يجيبوا فيه قطر والعاب وكل حاجه. بيعملوا احتفال عشان يبيعوا حفله بقى, موسم مولد. وبعدين بيجيبوا قرع العسل يعملوا لها فطاير ويعملوا لها اسمها بايس صح. ويعملوها يحطوا اللي هو بامكن سبايس, بيحطوه على المشروبات وعلى القهوه كده. ويجيبوا القرع العسل يفرغوه ويروحوا عاملينه بقى الهالوين والكلام ده كله. هالوين من يومنا. فاضيين بقى, فاضيين بقى, احنا مالناش دعوه بالكلام ده. احنا بنجيب الاكل, احنا بنجيب الدونتس. ندخل على الدونتس والطعم والمطعم. طب اوكي, اول حاجه هتجربها ايه؟ انا محتار بصراحه. ايلا عايزه ال, انت عايزه, خلينا نختار ايلا الاول. سبرينكلز. خدي السبرينكل. يا سلام. اول حاجه هجربها السويرل, اللي هي بتاعه بامكن سبايس سويرل, الطعم بتاع الشتا بقى اللي هو البامكن. بص اللون البرتقاني, وريهم اللون البرتقاني شكلها عامل ازاي. ده بيحطوا عليه قرفه كمان, قرفه وبالبامكن. ومش عارفه الاصفر ده ايه, انهي اصفر ده. فانيليا. فانيليا وبامكن, وده بامكن بس. وعليه قرفه, رشه قرفه. قرفه. دوقي بقى. خليني بقى ادوق. مش اعلى حاجه. حلو. دي كام من 10؟ اديها 9. 9 من 10؟ حلو؟ حلو. دي ايه؟ تديها كام من 10 دي يا لولي؟ واحد من 10؟ طب انا هجرب ايه؟ انا هجرب اللي هي قعدنا استنيناها عشان خاطر, عشان حاجة, عشان صحتك, عشان صحتك تروح. 8 من 10. 8 من 10؟ لا خد دوق دي بقى وقول لنا, دوق دي وقول لنا انهي الأحلى. سويلر دي بقى ايه, ندوق ونشوف. حلوة صح؟ أحلى من دي؟ أنا هدوق اللي هي بالمكسرات دي. هي دي مختلفة. مختلفة طعمها. دي مختلفة عشان ميبل. بس طعمها حلو, هتعجبك. هي السكر فيها أعلى من دي. عشان ميبل. بس طعمها حلو. أديها 8 ونص. يعني حتى تدوقي المكسرات لوحدها؟ ما حدوقناها. مقرمشة وجميلة. هما تقريبا محمرينها. ما لازم يحمروها. دي حلوة, دي تاخد 9, دي 19. دلوقتي بقى أنا هجرب القهوة اللي المفروض بالكراميل. أنا مش عارفة دي أنهي واحدة, بس هما مش كاتبين عليها. دي مية, معظمها مية دي ولا إيه؟ عشان فري بقى. فين الفانيليا؟ مفيش فانيليا. طعمها نفس القهوة اللي أنا بعملها في البيت بالظبط, يعني حتى مش ضايقة فيها ولا طعم الكراميل ولا طعم الفانيليا بصراحة. ف
ولو وفوق كده كتر خيرهم كتر خيرهم حلو والله. اديناها لي في كوبايه وبتاع وببلاش. تعالوا بقى نوريكم قبل ما نقفل الفيديو كده نوريكم بقيه الدونتس التشكيله. احنا مش هنقدر ناكلها دلوقتي يعني احنا مش عايزين نموت يا جماعه من السكر. نموت مع السكرين. الفري اللي انا جبتها دي السبرينكل دي اسمها شوكليت. دي اسمها شوكليت فيلد ويز بصوا معموله فيلنج في فيلنج جواها كاسترد وسبرينكلد بالكالر سبرينكلز. دي جايبها الايلاوي. دي بقى واحده برضو السويرل اللي هي بالبامكن دي جواها كاسترد دراسبيري ودراسبيري ودي جواها فراوله فراوله. ودي بقى البيكن والبيكن ودي كاسترد وشوكولاته يعني جواها كاسترد وفيها شوكولاته حاجات رهيبه يعني. ودي الثانيه دي زي ما وريناها لكم الدسته ساده يا لهول المعمعه. هي معمعه جامده بصراحه. فبس دي الحاجات اللي احنا جبناها النهارده. كفايه اتمنى نكون الفيديو شبعته منه من الدوناتس وما تجيبوش دوناتس. ده هم جاعوا هينزلوا يجيبوا دوناتس دلوقتي. الناس اللي عايزه دوناتس تيجي تاخد مننا والله عندنا والله احنا عندنا كتير. فانتظروا بقى الفيديوهات الجايه ان شاء الله ونشوفكم الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم. باي باي باي.